يعني هيك بسموها بالبلد. بعتبر نفسي شخص عنده قدرات وعنده طموح، وعم بحاول اترجم او وظف هاي الاشياء في شيء بيخدم الناس او بيخدم القطاعات، سواء كانت البزنس او الكونسيومر، او واستفيد. يعني دفنت لي الطموح هو اللي بدفع كل واحد انه يعمل اللي بيعمله. It happens to be business، ف it is a business. التحديات اليومية بعتبرها هي الجانب المفضل، لأنه التحديات هي اللي بتدفع الواحد يكون يدور على حلول، وعلى يدفع نفسه يكتشف شغلات إنه بيقدر ينجزها. هاي بعتبرها الشغلة. هو واحد ما بيقرر يصير رائد أعمال، بيكون عنده فكرة، بعدين بس يتجاوز حاجز إنها تكون بس فكرة، لأنه يقوم يعمل إشي عنها أو يعمل إشي بخصوصها. ببلش يفكر إنه بحتاج أعمل برودكت أو أعمل إشي أفرجي الناس. بعدين بتصير في تكاليف، بصير بده يجيب معه تيم أو مستثمر أو شريك اللي يآمن بهاي الفكرة بحيث إنه يقدر إنه يمشي فيها. بالتالي من غير ما الواحد يعرف بتصير بزنس، وبصير في الأمور الداي تو داي بزنس، وبروح بأسس شركة والأمور هاي. فيعني قرار هيك بصير، يعني ما بقرر الواحد انه بدي افتح شركه، بقرر انه في فكره لازم حدا يعملها وانا الشخص اللي لازم اعملها. التمويل يعني اول إشي احنا دفعنا المصاري يعني من جيبتنا، من خلال شغل ناخذ شوي من اهلينا، وبعدين اهالينا هن ساعدونا في تمويل الشركه، مش لانهم شرط اقتنعوا بالشركه نفسها او المبدا، بس اعطونا مصاري نوعا ما عشان نحل عنهم من كثر النقل. نعتقد انه جيران بيقدم خدمه كثير مهمه لحياه الناس اليوميه. في كثير معلومات حاليا مش موجوده، مش بس على الانترنت، مش موجوده حتى باوفلاين بالبرنت. اللي بنحاول نعمله انه نجيب كل الاشياء اللي حوالينا من اماكن، من خدمات، من فعاليات بتصير، ومن قضايا، ونحطها بمكان واحد، ونخلي الناس انهم يدخلوا على الموقع ويلاقوا الاشي اللي هم بدهم اياه، وبعدين يبدوا رايهم فيه او يتناقشوا فيه او يتواصلوا حوالين هذا الموضوع او البزنس او الخدمه. بالتالي هي بتساعد الناس انهم يحسنوا من حياتهم، يصرفوا وقتهم بالاشياء اللي بتكون فعاله اكثر، يحصل الخدمه الاحسن من خلينا نحكي البروفايدر الأحسن، وبرضه ينشر رأيه ويساعد ناس ثانيين إنهم يتخذوا هاي القرارات في حياتهم اليومية. جيران في آخر مرحلة إلها ركزنا على مبدأ إنه إحنا نعرف الناس بأهم الأماكن في المدينة اللي هم ساكنين فيها. فإيش يعني أهم الأماكن؟ أهم الأماكن بالنسبة لإيش رأي الناس التانيين اللي بيحكوا عنها. فمثلا في عنا المطاعم، في عنا الميكانيكية، في عنا محلات الصالون، في عنا المحامين، في عنا الأطباء. فعادة الناس متعودين إنه يكون في دليل، يكون مثل دليل تليفونات أو دليل إلكتروني إنه فيه التليفون أو العنوان. بس قلنا إحنا بدنا نعمل إشي لسه أحسن من هيك، بدنا نحط معلومات كتير مفصلة عن الأماكن هاي، أو مثل أشخاص مثل الدكاترة، ونخلي الناس يحكوا عنها، ونقدم إحنا بلاتفورم يخلي كل شخص مثلا يقدر يكبس على الحي اللي هو فيه ويعرف شو أحسن سوبر ماركت. أحسن سوبر ماركت مش من ناحية إنه إيش إحنا كشركة بنفكر، إيش كمجتمع بيفكروا كيف بيقيم الخدمات هاي. نعتبر هاي هي خدمة غير موجودة، وخدمة كتير يعني عليها طلب من المجتمع المحلي في كل مدينة في العالم العربي، لأنه هاي شغلة مش فيسبوك رح تقدمها، أو جوجل رح تقدمها، أو يوتيوب رح تقدمها، أو تويتر رح تقدمها من هالشركات. لا، خدمة تتطلب إنه إحنا نوصل على كل مدينة ونحط المحلات هاي ونحطها أونلاين. الشركة اليوم بمرحلة انتقالية، بقدر أحكي الحمد لله إحنا مراحل متقدمة من المرحلة الانتقالية هاي. السنة الماضية حولنا اهتمامنا من كوننا موقع بيقدم خدمات لموقع هو عبارة عن كوميونيتي، بركز على المستخدم المحلي والكونتنت المحلي. في السابق كانت الشركة بتقدم للناس إمكانية أنهم يعملوا مدونات ومواقع ويشاركوا الكونتنت تبعهم زي ما هم بدهم. اليوم إحنا بنوجه هذا الكونتنت، بنعطي الناس النواة اللي يبلشوا منها هي المعلومات عن كل شيء حواليهم، بالتالي هم ما عليهم غير أنهم يتفاعلوا ويبدوا آرائهم ويشاركوا هاي المعلومات بيناتهم. السنة الجاي هي سنة توسع زي ما حكيت في مدن عربية ثانية. من هون لسنتين لازم نكون احنا يعني الموقع الأساسي والرئيسي في كل مدينة عربية. بشوف حالي بمحل يعني عم بتحدى فيه نفسي وبتحدى اللي أنا بعرفه، ويعني pushing the envelope my personal envelope، إنه دائما يكون إشي بضغط حاله عشان يطلع نتيجة أحسن من حاله وين ما كان، مش يعني بغض النظر عن الاندستري أو الماركت أو أي شيء. يعني أظن هاي هي إنه يضغط حاله بإشي مفيد ويطلع نتيجة مفيدة. حفزني اليوم أكمل إنه يعني سلف ريسبكت، احترام الذات، إنه الواحد دائما عم بعطيه أكثر ما عنده. اسمي عمر قدسي من شركة جيران .com، تأسسنا بعام 2005 وإحنا في قطاع الإنترنت. ليث زريقات، شركتي جيران .com، السكتر تبعنا هو الإنترنت، وتأسست الشركة رسمياً عام 2005.